يعني هو الاهلي هيكسب الماتشين وبيت المفروشه، الدوري لسه سكته طويله. انت دلوقتي راكب الدوري ولا مش راكبه؟ راكب، خليك راكب. لكن ايه المسخره؟ وبعدين يقول لك ايه؟ ما هو في ادانه من دول للسنه، ما احنا اللي كنا موجودين، واللعيبه هدول لاعب جديد تم اضافته الا لاعب انا مش عايز اتكلم عنه بصراحه، لان عيب ان انا اتكلم عنه. هوا هوا تاني بقول اهو، هوا هم دول اللعيبه اللي احنا تعاقدنا معاهم. فهنيئا لجمهور الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه، وفعلا ده اول مره حدث عالمي يبقى نادي في اربع دروع لاربع العاب الجماعيه الجماهيريه في وقت واحد. فشكرا للاجهزه الفنيه، شكرا للعيبه، شكرا للجماهير اللي بتدعم، شكرا لاعضاء الجمعيه العموميه من الزملكاويه، حط بنت خط كده من الزملكاويه. وانا قريب هعمل اختبار، من حقك تبقى اهلاوي بس مش من حقك تشجع النادي الاهلي جوه الزمالك. واتحادوا يا جماعه مش من حقك، ونفس الكلام بينطبق على النادي الاهلي. انت عدو جماعه في النادي الاهلي وزملكاوي، مش من حقك تشجع زمالك جوه النادي الاهلي، مش من حقك. فانا هعمل اختبارات كده، مره اروح زي ماتش لله، اي حد هيقول هي هشطبه. هو اسمه اختبار ولا على راي الدكتور؟ فورا ده نادي الزمالك، اداك عنده جمعيه عموميه اهلاوي فوق دماغ، بس الا انك تشجع النادي المنافس عندي. الا كلام واضح. من موقف واحد كسبان كل القضايا، كفايه عشان مصر. انتوا الاهلي بتقعدوا تقولوا مرتضى عايز يتحايل عشان يستلح، عمري ده ما حصل. وانا عندي قضايا عمري ما حصل، لكن النهارده بقول اهو تاني عشان صالح البلد، تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض. مصر مش محتاجه اي فتنه دلوقتي. قول الكلام ده وانا عامل اخبارات. وكل احنا عندنا في قناة الزمالك اللي هتطلع بعد العيد بعد ما استلمناها ان شاء الله، شكلها اتغير. توجيهاتي مالكش دعوة بالنادي الاهلي، خليك في نادي الزمالك. هنغطي الانشطة 24 ساعة بتاع الاعضاء وبتاعة الالعاب كلها. طب افرض واحد اسمه سيد مثلا طلع 1200 فرقين، او الجدع الثاني اللي اسمه قيادة فرقين مثلا، يعني اتفقنا مع الشركة اللي بتدير هنا وهنا، بنحذر ثم بنحذر ثم بنطلق انا، ولما بنطلق مش عايز حد يعيط. انا بقول اهو من دلوقتي، ما دام حضرتك بدأت مرة وبلغنا وتاني مرة وبلغنا، كفاية.